examination in pediatric ولا in medicine same. الغنيجي بالright side introduce yourself, wash your hand, take a permission, privacy and exclusion. من الزمن السلام عليكم على الطالب في الاف اي على الزمن الامنيشن اتفضل من اذا كان بيدياتريك اذا كان ام الطفل او ابوه او خالته اي ضد تستاذن منه على الزمن اتفضل تجيب الرئيس عندنا اهم حاجة نبدأ به الجنرال لوك جنرال لوك في ايها patient lying flat look ill on one belt اذا كان في كانولا بقول في كانولا اذا كان في NG tube بقول في NG tube إذا كان في كاسيتر بقول في كاسيتر إذا كان في أكسجين سلندر بقول في أكسجين سلندر إذا كان في نبيولايزر بقول في نبيولايزر ده كلهم بعلق عليهم في الجنرال لوك بعد الجنرال لوك بقول البيشن لوك شنو average weight and height but I would like to put him in the anthropometric measurement جليه ولي تمام I would like to measure a vital sign a vital sign هو البلس الريسبيريتوري معامل الريسبيريتوري بحسبه بعد ذاك تاني بشوف التمبريتشر بتاع شنو يساعد البيشن واخر حاجه البلود بريشر كده شنو الفايتال ساين لو قال لك اعملي لو قال لي اعمل في الغالب بقول لك شنو جيب لي يلا بتجي ليه انسبكشن بعد عملت اكسبوجر دائما ما في بركشن في الملابس ما في بالبيشن في الملابس ما في اوسكلتيشن في الملابس وباي ستريس وكان دو اي شيء انت تعمل حسابك الحياه دي تبعيدها من الاول ابعد الملابس عمل السبوجه من الاول عشان كده قلنا وايد ووشر هاند ترونجيت سيلف تيك ا بيرميشن برايفسي واكسبوجر عمل من الاول خلي كده انت عايز تعمل انسبكشن الانسبكشن اذا كان في ديفورمتي ميبي انه يكون بيجون تشيست ماشي معنا في الاوبستراكتيف بانديسيس ماشي معنا في الريكتس ماشي معنا في حاجات كثيره ممكن يكون شنو فانيل تشيست خش لجوه ممكن يكون عنده شنو عنده يعني ديفورمتي في الكيس بعلق عليه اذا كان في فراكشر اذا كان في اي حاجه اذا كان في الروزري حقت الريكتس برضه شنو بعلق عليها اذا كان في طيب باجي ثاني شنو بنهايه السرير بقول شنو بكون الليفل اوف ذا تشيست في الليفل بتاع التشيست بقوم بعمل شنو بقول للعيان شيل نفس كبير وطلعه ثاني مرة ثانية شيل نفس كبير وطلعه عشان تعرف which side moving less تيد عين ده ولا ده الموفينلس أنا بعد شنو ده حقي تجوز المصاب أنا بعدين هركز عليه وقت إذا كان رايت سايد موفينج لس هركز على رايت سايد أنا في دماغي بعدين يعني بحسين أطلع فاني من رايت سايد إذا كان الليفت سايد موفينج لس ركز على شنو على الليفت سايد ده بعدين شنو سبكونشسلي بحاول أطلع منه الفايندينج انا كده عرفت شنو عرفت السايد الموفيلس بعرف التايب اوف ريسبيريشن ميبي ابدومينال ثوراسيك ميبي ثوراكو ابدومين يعني يا اما هل بحرك بطن اول بعدك صدره ولا بحرك صدره بعدك شنو بطن دايما الميل بحرك بطنه بعدك شنو صدره بعدك الفيميل بحرك صدره بعدك شنو بطنه اما البيدياتريك ميبي يكون عالي او يكون شنو البطن قبل شنو قبل الصدر بنجي عندنا بعد ده بعد الانسبكشن بالبيشن برضو اذا كان في فيزبل بالسيشن تعلق عليها في فيزبل بالسيشن واذا كان في دايليت ايفنت تعلق عليها في دايليت ايفنت مين ما حشوفتها في الانسبكشن شنو تعلق عليها في سكار او في سكار تجي به البالبيشن عندنا اهم حاجات عندنا التشست موفمنت بيلو النبي شيل نفس خليه انا بركز وين بعاين في تلاقي الاصابع هنا شيل نفس كبير طلعه تمام الذنبي شيل نفس كبير طلعه ثاني شيل نفس كبير طلعه ثاني من هنا بشيل شنو التشو اللي هو المصل بشيله معاي وبعاين وين بعاين هنا بشوف تحرك الحركه يلا شيل نفس تمام تحرك معاي تمام اذا دي شنو كده دي تشست موفمنت اذا كان الطفل ما بيكون شنو بيكون التشست سيركمفرنس شنو صغير بشيل يدي من تحت شديد وبخد شنو بخد اصبعي فوق ما بشيل من قريب بشيل من تحت شديد وشنو اخد كده عشان تقول شنو انت مد فرق لاصبعك انك شنو تجيب الحركه بتاعته حركه الاصبع دي هي مهمه اول حاجه قلنا شنو تشست موفمنت التشست اكسبانشن ما بتقولها لان التشست اكسبانشن باي
باي تيب بالتيب محتاجين تيب. بعد هدعمل تكتايل فوكال فريمتس. ما هي التكتايل فوكال فريمتس؟ كلمة تكتايل معناها لمسي. تكتايل اللي هو بعمل انا بقول للبيشن قول 44 بخوت يدي هنا قول 44 اذا ابوب لي الكليبيكل ابوب لي الكليبيكل بيدي دي هنا قول 44 دائما يكون برد معلش كده بشكل كده ايوه قول 44 تمام. ثاني هتنزل تحت بشنو بالبالمر سايد قول 44 ثاني قول 44 ايوه ثاني اها ثاني اها ايوه. الاريات عندنا ابوب للكليبيكل بيلون الكليبيكل ابوب للنبل الذنبل بيلون النبل عمل اثنين امشي لاتر اعمل برضه شنو اثنين. عيني ثاني ابوب للكليبيكل بيلون الكليبيكل ابوب للنبل الذنبل بيلون النبل بيلون النبل عمل شنو اثنين ثاني امشي شنو لاتر لانه هنا عندنا الهارت وهنا عندنا الليفر هنا عندنا الهارت وهنا عندنا شنو الليفر. بعد ما عملت التكتايل فوق الفريمتس بشوف شنو الابكس بحدد الابكس عن بيديدي بحدد الابكس قاعد فين ايوه طب حددتها بقعد ما احدده بعمل كده باجي بحسب سكند انتركوستال سبيس ثيرد انتركوستال سبيس بحسب ثاني بشوف حددت الابكس باجي شنو الميد كلافيكولار لاين ميد كلافيكولار لاين بشوفها معاك دي كده الابكس اذا كده حددت الابكس في الفيفث انتركوستال بيس ميد كلافيكولار لاين او كمان بيكون شنو في الفورث انتركوستال بيس ده وين ان ذا تشايلد ان ذا تشايلد. طيب ثاني عندنا البي 2 بالبق البي 2 ممكن تشوفه معاك لانه انديكيشن للبلمونري هايبر تنشن تشوفه معاك هنا. ثاني تجي للتراكيه التراكيه تستاذن من الاكزامينر وتستاذن من العيان تقول لي انا اقول لك تكزمن التراكيه اكزمن خلاص اكزمن تدخل اصبعينك الاثنين دول وين في الميديال انجل لمنه حد الكليبيكل بتجي تبدا من الثايرويد وتنزل تقول لي انا بضغط عليك على القصبه الهوائيه دي لو حسيت انه عايزه تروح روح طوال بتجي ثاني تاخد عن هنا دي تعمل اصبعك بين التراكيه والمصل الاسترنو والماستويد تجي ثاني بشنو بالجهه دي بالجهه دي بالجهه دي بتشوف المكان بتكون على ضيقه المكان على ضيقه معناه هي مالت عليه هي طبيعي بتكون مايل بالرايت سايد شويه بتكون مايل بالرايت سايد شويه عند ايزو بتكون مايل شويه كده شنو بالرايت سايد لكن ما تقدر انها تكون شنو كبيره بعد احتمال التراكيه ميبي تكون بول ميبي تكون شنو بوش لو الجهه المصابه بالجهه دي ولقينا التراكيه مايل عليها معناها التراكيه دي سحبت عليها معناها بول حصل لها بول بمنو يا اما فايبروزيس يا اما لون كولابس بتنسحب بالجهه حق شنو حق الجهه المصابه اما لو التراكيه مالت بالجهه الليفت سايد عكس الجهه المصابه معناها حصل لها بوش دفروه والبوش افيوجن ونيموثوركس افيوجن نيموثوركس خاصه تنشن نيموثوركس التنشن نيموثوركس بصوره شنو شديد حتى بيعمل شيفتنج كله شنو للميدياستين ده كده التراكية. إذا البالبيشن عندنا فوق chest movement تكتايل فوق الفريمتس ابيكس بالببل بي 2 والتراكية. بعد البالبيشن بيركشن البيركشن نفس الاريا اللي عملنا فيها تكتايل فوق الفريمتس هنعمل فيها البيركشن. البيركشن هيكون كيف؟ بضرب بالميدل فينجر هنا في شنو؟ في الميدل فلانجيز اوف ذا ميدل فينجر بضرب بالطريقة دي بضرب ابوب للكليبيكل ان كومبيريزون تاني شنو؟ تخيل علينا ميت لك راسه والجهه اللي انت شنو؟ عارف. الكليبيكل اذا كان بيجا ادلت او طفل كبير مش بتدق فيه. اذا طفل صغير بتكون في رجايه يفضل انك ما تدق. توري الاكزامينر تقول لي انا المفروض اضرب على الكليبيكل عادي تتكلم معاه بالعربي. الدكتور المفروض اضرب على الكليبيكل لانه ميبي تكون في رجايه الكليبيكل عشان كده ما حضر. تمام خلاص. ثاني تضرب شنو؟ بيلولي الكليبيكل. ثاني تجيب الجهه الثانيه. ثاني ابوب للنبل. ثاني الذنبل بيلو النبل ثاني كم؟ اثنين ثاني تمشي شنو؟ لاترال سايد كده شنو؟ كده انتهيت البركشن. في البركشن بعد ما تنتهي طوال حتمشي لشنو؟ اوسكلتيشن. الاوسكلتيشن عندنا فيها
الاريا اللي عملت فيها بالكشف حعمل فيها شنو؟ اوسكار تيشن. لكن بدي اقول حاجه مهمه انه الابكس تسمعها بشنو؟ بالبل. ابكس باي بل. اني ابكس، ابكس اوف ذا هارت، ابكس اوف ذا لانج باي بل. دي البل وده شنو؟ دي فراغ. ده بل دي فراغ. سمعتك تكون شنو؟ اتاكدت منها قبل اخش الامتحان، لانه لو ما اتاكدت منها مشكله. يمكن ما تسمع لي بعدين، يمكن ما برضه ما تكلم معنا الابكس اوف ذا. يلا انت بتسمع بتخش في شنو؟ في ابوف لي، ابوف لي الكليبيكل دي شنو؟ دي المنطقه بتاعت الابكس اوف ذا لانج. تسمع شنو؟ بالبل. شيل نفس طلع، يطلع لحد النهايه، تسمع لحد النهايه ما تستعجل. نفس القصه، شيل نفس وطلع، تقوم تقلبها ثاني هنا بيلو لك كيلو، شيل نفس طلع ما تستعجل، شيل نفس وطلع. تكون انت قاعد تسمع، تكون انت قاعد تسمع تتابع ثاني هنا النبل بيلو له النبل اثنين وتمشي ثاني شنو؟ تمشي لاترالي. ده كده الاوسكالتيشن. الاوسكالتيشن عندنا ثاني بنسمع حاجه، بنسمع التكتايل فوق الفريمتر اللي سمعناه بيدنا، ما كان التكتايل باليد بتبقى ثاني يسموها فوكال ريزونانس. الفوكال ريزونانس 44 بسماعه، قول 44 ثاني ثاني 44 44 44 44 نفس القصه بشنو؟ بالجهات حقات البركشن حقات الاوسكالتيشن. قبل كان صوت نفس ساي اسمه البريزنج ساوند، ثاني بقى صوت ال 44 يسموه فوكال ريزونانس. ثاني تسمع شنو؟ الابكس. سمعت الابكس؟ ما سمعت حال ميل شويه كده؟ تسمع؟ طيب تسمع اس 1 اس 2 اللي هي لقطه لقطه الصوت يوصل شنو؟ بعد ما انتهيت الاوسكالتيشن بتقوم شنو؟ تولي الاكزامينر الوظائف تكزامين الليف نود. سيرفايكال ليف نود بيقول لك اشتغلها، لو قال لك اشتغلها عندنا فيها سب مينتال سب مانديبولر بيري او انتيريور اوريكولر بوستيريور اوريكولر او بوست اوريكولر. عند الانتيريور سيرفايكال بنعمل اكزامينشن لوحده، ما بنعمل الاثنين مع بعض، لانه عملنا الاثنين مع بعض بيدخلوا في شنو؟ بيدخلوا في كولاب في شوك اي حاجه. طيب هنا هتعمل شنو؟ الثاني هتيجي ثاني بوستيريور سيرفايكال اوكزيميتال. ثاني عندنا في الكليبيكال كلافيكولر ممكن تكون شنو؟ الاكزيلري اخر حاجه. وتقول لي شنو؟ اي وود لايك تو اكزامين الباك. لو قال لك اعمل الباك هتقول لي البيش انا اعمل كده. ايوه عشان يعمل ريتراكشن ليه؟ الاسكابيولا يخلي لك مكان انت شنو؟ تعاني فيه. اول حاجه تيجي انسبكشن نفس القصه، اذا كان في ديفورمتي من الباك في ديفورمتي ممكن يكون كايفوزيس. كايفوزيس باي كي اللي حرف الكي يكون شنو؟ عنده تحديد كده. او اسكليوزيس اللي حرف الاس اسكليوزيس. كايفوزيس ولا شنو؟ اسكليوزيس. ثاني ده ديفورمتي. اذا كان شنو؟ اذا كان في اي حاجه بعلم عليها من ورا، اذا كان في سكار مرات يكون عملوا شنو؟ لوبكتومي ولا حاجه دي. نجي نعمل ثاني بالبيشن. في البالبيشن عندنا الكيس موفمنت، شيل نفس طلع ثاني، شيل نفس طلع اها ثاني، شيل نفس طلع. هتعمل التكتايل فوق الفريمتس كل 44 ثاني اها. هنا هتجي برر لمنو؟ ليه؟ هتجي من جهه برر للاسكابيلا. اذا كان الاسكابيلا هتمشي ليها شنو؟ هتمشي لها انت بالجنب كده 44 44 الكومبيرزون. طبعا انتهيت منها، ما في ابيكس ما في تراكيه، ما في ابيكس ما في تراكيه وما في بي 2 كده. انتهينا البالبيشن. تيجي ثاني على البالبيشن بالكشن نفس الاريا. طيب اشتغل نفس الاريا بيكون شنو الاريات؟ ابوف لي الاسكابيولا، الاسكابيولا بتكون ثلاثه مناطق برر. تيجي ثاني بيلولي بيلو في شكل سي، تيجي في حرف سي كده بيلولي الاسكابيولا بتعمل شنو؟ منطقتين، واخر واحده منطقه تكون شنو؟ لاترال. اذا دي كلها المناطق حقات البركشن. مناطق البركشن حتعمل فيها شنو؟ اوسكالتيشن. تسمع شيل نفس طلع، شيل نفس طلع، شيل نفس شيل نفس، انتهت النفس. ثاني نفس القصه تكتال فوق الفينوتس، قول 44 قول 44 قول 44 44 44 نفس القصه لحد ما تنتهي. تمام؟ اذا كده انتهى شنو؟ الاوسكالتيشن. انتهت القصه، تغطي العيان. ما تنسى زي ما انت العيان استاذنت منه في الاول سمح لك اشكره، لانه شنو؟ سمح لك انه اشتغلت فوق الاكزامينشن. زي ما كشفته غطيه، واشكر الاكزامينر واشكر منه حتى الانفورمنت كده عشان الاكزامينشن يقدر يتبارك عليه.